وعقب انتهاء الحفل شارك الرئيس السيسي الحضور مائدة الإفطار، حيث تناول لقاء مجمل الأوضاع التي تشهدها المنطقة. وأكد الرئيس السيسي ضرورة طرح مختلف القضايا على طاولة الحوار الوطني وفي وسائل الإعلام. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة. وعقب انتهاء الحفل شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحضور بمائدة الإفطار، حيث دار حوار مفتوح تناول فيه سيادته مجمل الأوضاع المحلية والدولية التي تمر بها المنطقة في ظل الأحداث المتصاعدة الأخيرة. كما تناول الحوار العديد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها ملف سد النهضة. سد النهضة أنت بتحاول بقدر الإمكان أنك أنت تشاور في جلسات وفي حوار مختلف ولقاءات واستخدام أدواتك السياسية والدبلوماسية وحاجات أخرى كتير في أنك أنت تمنع الشر المحتمل ده. إحنا خلال العشر سنين اللي فاتوا دول تم إنفاق أرقام مالية ضخمة جدا في تحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل. إحنا بنتكلم في يعني 400 مليار ولا أكتر؟ ها؟ أنا بتكلم في محطات معالجة ثلاثية متطورة زي بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة اللي موجودة هناك. أنت بتتكلم في مليارات كتيرة. اللي أنا قصدته بده إيه؟ في دايماً في التعامل مع القضايا بتاعتنا كنا إحنا ما بنركنش إلى خيار واحد، لا، إحنا بنقول إيه؟ هنحاول إن كل المية اللي ممكن نعيد استخدامها، إحنا في زراعة تقريباً 40-45 مليار متر مية، شغالين في خطة للزراعات الحديثة وشغالين في خطة لأن احنا يبقى المعالجة الثلاثية المتطورة، وهيبقى تقريبا يا تاني يا أول دولة في العالم بعد حاجة سنوات بسيطة جدا بتعالج المياه اللي موجودة عندها. وفي الشأن الداخلي أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية وجود حوار مستمر داخل المجتمع. الحوار الوطني يا أستاذ مصطفى، وأنا شايف الدكتور ده قدامي، طب ما احنا أي قضية من القضايا اللي انتوا الحوار ده احنا قلنا ده في حالة انعقاد ايه يا فندم؟ دائم، مش كده؟ واي قضية مش بس القضية ديت عايزين تتكلموا فيها انا ما عنديش مشكلة، وبالمناسبة اتكلموا واتكلموا في الاعلام، خلوا في بيانات بتتكلم، حد يشرح يقول حاجة، يعني حد يشرح في موضوع معين عن الاقتصاد، عن شكل القوة في العالم بقى عامل ازاي. يعني انت عايز تتكلم على طرح يساعد اللي بيسمعك انه اولا يحب يشوف. وبالمناسبة تاني هقول الإعلام والدراما قادر على ان هو يعمل رسائل اكتر كتير من اللي احنا وانتوا نقعد نتكلم مع بعضنا كده. من فضلكم حطوا النقاط والموضوعات الساخنة اللي انتوا خايفين منها بما فيه كلام بتاع حتى موضوع الزلزال الكبيرة او بتاعت المنطقة وشكل المنطقة هتبقى عامل ازاي واحنا هنجابها ازاي. طول ما انتوا واقفين على رجليكم يا مصريين ومتماسكين اي حاجة هتبقى سهلة. كذلك أكد سيادته على الدور المصري في السودان والصومال. طب احنا بنبذل جهد بقى عشان السودان يستقر، احنا بذلنا جهد عشان السودان ما يخشش ابدا في اللي هو دخل فيه. احنا بالنسبة لدعمنا للصومال، احنا بندعم الصومال في اطار مش عشان اثيوبيا، بندعم الصومال لان الدولة دي بقى لها اكتر من 30 سنة في حالة عدم استقرار. كل سنة وانتم طيبين. شكرا.